الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله أفضل الوصية، وإن تقوى الله أفضل الزاد إلى دار المعاد. وأكيد نحن ذاهبون، ذاهبون إلى دار لا عمل فيها، إنما هي الحسنات والسيئات. من كثرت حسناته في هذه الدار سعد في تلك الدار، ومن قلت حسناته في هذه الدار وكثرت سيئاته فحاله غير حال السعادة. إلا أن يأمر الله بأمر، فقدموا لأنفسكم، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وقال ربنا: يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم، وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه، وفضل، ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً. وقال جل من قائل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال ابن كثير في تفسيره: أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أنه يهدي من اتبعه سبل السلام، أي طريق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، وينجيهم من المهالك، ويوضح لهم أبين المسالك، فيصرف عنهم المحذور، ويحصل لهم أنجب الأمور، وينفي عنهم الضلالة، ويرشدهم إلى أقوم حالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله،
وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. عنوان خطبة اليوم: أخلاقيات الأزمات، في الجزء السادس. سبق أيها الإخوة أن الأزمات عادة ما تكشف المعدن النفيس للناس، وتميز الخبيث من الطيب. ولئن كنا مدعوين دائما إلى التحلي بمكارم الأخلاق والتخلي عن مساويها، فنحن في الأزمات أكثر حاجة لهذا التحلي والتخلي. وعرضت الخطب الماضية لأخلاق تسعة في الأزمات: عدم الهلع، والأمانة، والتراحم، والتكافل، والتثبت، والأمل بالله، ومراعاة حدود الشرع في الدماء والأموال والأعراض، وحفظ الكلمة، والثقة بموعود الله. وتعرض خطبة اليوم لخلق عاشر ننهي به هذه المجموعة من الخطب. وإذا كنتم سمعتم مني أخلاقاً تسعة فيما مضى من الخطب، فاعلموا أيها الإخوة أنها تمثل شطر الأخلاق في الأزمات. وخطبة اليوم وخلق اليوم هو الشطر الثاني. تسعة أخلاق شطر، وهذا الخلق شطر. الخلق العاشر من أخلاقيات الأزمات: اللجأ إلى الله تعالى. إنه لا فاعل في الكون على الحقيقة إلا الله، وإنه لا آمر في الكون على التحقيق إلا الله. ما جرى بعلمه وما حصل بقدره يقضي الحق وهو أحكم الحاكمين. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وهو أسرع الحاسبين. من رفعه الله فلا ينخفض، ومن خفضه الله فلا يرتفع. لا يذل من والاه، ولا يعز من عاداه، وكل شيء عنده بمقدار. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللجأ إلى الله، اللجوء إلى الله، الالتجاء إلى الله، الفرار إليه، والاعتضاد به، والاعتصام بحبله، والضراعة إليه، والتوكل عليه في الأوقات عامة وفي الأزمات خاصة، باب عريض من أبواب الفهم عن الله، ومن أبواب تفريج كل ضيق، وتنفيس كل كرب، وحل كل عسير، والإحاطة بكل أزمة، وتيسير كل شدة. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. قال الله تعالى في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون،
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال المفسرون في تفسير هذه الآيات من سورة الأنعام: أخذناهم بالبأساء أي بالشدائد كالقحط والجوع والفقر الشديد، وتطلق على ما يصيب الأمم من الأزمات تجتاحها بسبب الحروب والنكبات. أخذناهم بالبأساء والضراء، قال تطلق الضراء على الأمراض والأسقام التي تصيب الأمم والأفراد. نأخذهم بالبأساء والضراء تخويفا لهم لعلهم يتضرعون، يعني لعلهم يتذللون إلى الله، ولعلهم يتوبون من ذنوبهم ويتخشعون لربهم، لكنهم لم يفعلوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي هلا تذللوا لله وتابوا إليه حين جاءهم البأس فنرحمهم. وفي هذه الآية على ما قال المفسرون دليل على نفع التضرع حين الشدائد، ولكن قست قلوبهم أي صلبت ولم تلن، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فصرفهم عن التضرع، ولم يمنعهم من التضرع إلا قسوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم وآرائهم. ويصف القرآن أيها الإخوة أحوال الأنبياء حين نزلت بهم البأساء والضراء. سنة الله تعالى في الأرض أن يصيب عباده بالضراء وبالسراء. يصف القرآن الكريم حال الأنبياء عندما تنزل بهم الشدائد والأزمات بأنهم يلجؤون إلى الله، يضرعون إليه ويقبلون عليه ويجأرون إليه بالدعاء وبالتوبة وبالبكاء. قال الله تعالى عن سيدنا يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال ابن كثير في تفسيره: وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا، ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء، دعاء سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء، فقد جاء الترغيب في الدعاء بها عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى عن سيدنا زكريا: وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال ربنا عن سيدنا أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر
وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. وقال ربنا عن سيدنا نوح: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقال سيدنا ابن مسعود عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما سمعنا من منشد ينشد ضالة أشد مناشدة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه يوم بدر: اللهم إني أنشدك ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده وقال: حسبك يا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ويروي الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة، يعني إذا أصابه هم وطاف به ضيق ونزل به أمر مهم لجأ إلى الصلاة تضرعا وتذللا إلى الله تعالى. خرج التابعي الجليل محمد بن واسع في جيش قتيبة ابن مسلم الباهلي، فلما تراءى الجيشان رأى المسلمون من كثرة عدوهم ووفرة عدتهم وعتادهم ما ملأ نفوس المسلمين خشية وهيبة. التفت قتيبة فرأى في عيون الجيش ما رأى، ولم يرى حوله محمد بن واسع، فأرسل بعض من عنده يطلبونه، فلما عادوا إليه قالوا: وجدناه شاخصا ببصره نحو السماء يحرك أصبعه يدعو الله تعالى بها، أفندعوه لك؟ قال: لا، دعوه، فوالله لأصبع محمد بن واسع أحسن عندي من ألف شاب طرير، يعني ذي شاربين، من ألف شاب طرير وألف سيف شهير. فلما أتاه محمد بن واسع قال قتيبة: أين كنت؟ قال: كنت أهز لك أبواب السماء. والتحم الصفان والتقى الجمعان، ومنح الله ظهور أعداء المسلمين للمسلمين. اللجأ إلى الله أيها الإخوة، الرجوع إليه، والضراعة بين يديه، والاعتصام بحبله، هي من أخلاق المؤمن إذا طافت به الأزمات. فيا رجال الليل، افزعوا إلى الله في صلاتكم، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ويا أهل الصدقات، ابذلوا لله صدقاتكم ليحفظ الله شبابنا في هذه المحنة. ويا رجال الله، اجأروا إلى الله بالدعاء أن يرفع الغمة عن الأمة. ويا أهل الذكر، ويا أهل القرآن، ويا أهل المناجات، الله الله في الدعاء والضراعة والالتجاء. ويا من بعدتم عن الله، توبوا إلى الله الآن
أوان الرجوع إلى الله، ويا من تركتم الفرائض عودوا إلى فرائضكم، ويا من عققت والديك اليوم يوم البر والوفاء، ويا من قطعت زوجك وأولادك الآن أوان الوصل والإحسان. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الإخوة، هذا هو الخلق العاشر من أخلاق المسلم في الأزمات، اللجأ إلى الله، وهو شطر هذه الأخلاق العشرة. بهذا العاشر نكون قد أنهينا عرضاً لأخلاق عشرة في الأزمات للمؤمن: عدم الهلع، والأمانة، والتراحم، والتكافل، والتثبت، والأمل، ومراعاة حدود الله، وحفظ الكلمة، والثقة بموعود الله تعالى، واللجأ إليه جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.